السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله أموركم ماشية تمام. المرة الماضية خلصنا concept 8.1 اللي كان يحكي عن fluid mosaic model، وكان يحكي لي الجزئية اللي بتعطي fluidity للممبرين which is the phospholipid، okay، and الجزئية اللي بتعطيني الموزايك structure للممبرين، the structure الشبيه بالفسيفساء اللي هو سببه البروتينز. وحكينا عن هذا الموضوع بالتفصيل، وحكينا كيف بصير الممبرين synthesis and sidedness، كيف بتصنع وكيف بتكون الممبرين بالعادة. هلا بدنا نحكي عن concept 8.2 membrane structure results in selective permeability. بدنا نحكي كيف البرمابيليتي او النفاذيه تبعت الممبرين بتكون اختياريه، وعلى اي اساس بتعتمد، ومين اللي بيحدد انه جزيء معين رح يعبر من خلال الممبرين، ومين اللي بيحدد انه جزيء معين مش رح يعبر من خلال الممبرين. فخلينا نبلش. The biological membrane is an exquisite example of a supra molecular structure. شو يعني supra molecular structure؟ يعني بقول لك many molecules ordered into a higher level of organization. الترتيب تبعهم والتنظيم تبعهم جاء من ليفل عالي، اوكي؟ With emergent properties beyond those of the individual molecules. يعني بسبب الorganization هاد تبع المكونات تبعت الممبرين صار عندهم مواصفات وراء المواصفات الاعتيادية للموليكيولز العادية اللي بتكون الممبرين. يعني صرنا نحصل على مواصفات أكثر من المواصفات لو إنهم ما كانوا مترتبين على شكل ممبرين. هلأ نبلش نحكي عن الابيليتي to regulate the ability to regulate transport across cellular boundaries a function essential to the cell's existence. بدنا نحكي شو أهمية السيلكتيف بيرمابيليتي أو الابيليتي تو ريجوليت ترانسبورت، يعني تنظيم عمليات النقل across cellular boundaries، عبر الحدود تبعت الخلية. الحدود تبعت الخلية اللي هم البلازما ممبرين، وهي الفانكشن it is essential to the cell's existence، مهمة لوجود السل. The fluid mosaic model helps explain how membranes regulate the cell's molecular traffic. هلا بدنا نحكي كيف فكرة الـ fluid mosaic model، كيف فكرة الـ lipids، okay، and proteins اللي موجودين بالممبرين بيساعدونا علشان نفهم كيف الـ membrane boundary بيعمل regulation للـ movement of substances across this boundary. Okay. A steady traffic of small molecules and ions moves across the plasma membrane in both directions. بقول لك إنه أنا عندي traffic ثابت، أوكي، أو مرور ثابت of small molecules للجزيئات الصغيرة والأيونات، بيتحركوا عبر البلازما membrane in both directions، سواء داخلين على الخلية أو طالعين لبرا الخلية، أوكي؟ فهلأ بدنا نحكي كيف بصير هذا النقل. مثلا sugars, amino acids and other nutrients enter the cell. الخلية بدها السكريات وبدها الأمينو أسيدز وبدها النيوتريانس أو المغذيات إنها تفوت عليها. And metabolic waste products leave it. Metabolic waste products يعني فضلات عمليات الأيض، الفضلات بتطلع من الخلية والمغذيات بتفوت على الخلية. The cell takes in O2 for use in cellular respiration and expels CO2. الخلية بتاخد الأكسجين بتفوته عليها علشان تعمل عملية التنفس الخلوي وبتطلع CO2. Also the cell regulates its concentration of inorganic ions. برضو الخلية بتتحكم بتركيز الأيونات غير العضوية جواتها، أوكي؟ مثال عليها أيونات الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم والكلورايد. كيف تتحكم في هدول الأيونات؟ By shuttling them one way or the other across the plasma membrane. عن طريق إنها تطلع بعضهم وتدخل بعضهم لجوا الخلية حسب اختلاف التركيز بينما داخل وخارج الخلية. Cell membranes are selective permeable. Selectively permeable. يعني هم بيدخلوا الإشي اللي بدهم إياه وبيطلعوا الإشي اللي بدهم إياه. يعني هم بيسمحوا لإشي معين إنه يعبر من خلالهم. الممبرين بيسمح لإشي معين إنه يعبر من خلاله، مش أي إشي بيقدر يعبر من خلاله. هاي معنى كلمة selective
permeability, okay? يعني نفاذية اختيارية. And substances do not cross the barrier indiscriminately, okay? يعني بقولك إنه المواد ما بتعبر الممبرين بشكل غير متمايز. لا, متمايز إحنا عبورها. في أشياء بتعبر وأشياء ما بتقدر تعبر. The cell is able to take up some small molecules and ions and exclude others. هاي معنى كلمة selective permeability, إنه the cell is able to take up small molecules and ions and exclude others. يعني تاخد أو يعني بتخلي small molecules إنها تعبر من خلالها, و other molecules بتقولها لا, أنت ممنوع تعبري. طيب على أي أساس هذا الإشي بيعتمد؟ أيوة, خلينا هذا الإشي بيعتمد على شغلتين, واحد الليبيدز واثنين البروتينز. هلأ نبدا بقسم الليبيدز. The permeability of the lipid bilayer. طبعا إحنا بنعرف إنه lipid bilayer عنا هم عبارة عن polar heads, okay, بيكونوا oriented toward the water compartments, okay, and non-polar tails. When non-polar tails are excluded from the water compartments, فبيتجمعوا على بعضهم بالكور, okay, تبع البلازما ميمبرين. فعلشان الإشي يقدر يعبر خلال البلازما ميمبرين بسهولة, لازم يكون small. هي أول شغلة, لازم يكون small and non-polar, يعني hydrophobic, okay, علشان إنه يقدر يعبر between the lipid bilayer, okay, أو through the lipid bilayer. ف non-polar molecules such as hydrocarbons, CO2, وال O2, ال O2 non-polar, CO2 non-polar, والhydrocarbons اللي هم CH بيكونوا, هدول كمان non-polar, they are hydrophobic as are lipids, okay? They are hydrophobic, بيشبهوا الليبيدات, okay? They can all therefore dissolve in the lipid bilayer of the membrane and cross it easily without the aid of membrane proteins, okay? مش محتاجين إشي يساعدهم بالعبور, ما بيحتاجوا بروتينات معينة تنقلهم, لأنهم non-polar. Non-polar يعني هم بيقدروا إنهم يدوبوا بالlipid bilayer ويمروا خلالها. وإحنا بنعرف المثال الشهير like dissolves like, okay? يعني الليبيدات بتدوب بالليبيدات, والأشياء الأكوياس بيدوب فيها الأشياء الهيدروفيلك اللي بتحب الماء, أوكي؟ فبالتالي الأشياء اللي بتكون هيدروفوبيك مثل الهيدروكاربونز, CO2 والO2, بيقدروا إنهم يعبروا across the lipid bilayer لأنهم بيشبهوا بعض. However, the hydrophobic interior of the membrane impedes direct passage through the membrane of ions and polar molecules which are hydrophilic. بنفس الوقت ال hydrophobic interior تبع الممبرين اللي هي lipid bilayer بتمنع العبور المباشر للأيونات, أوكي, اللي بتكون مشحونة زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والكالسيوم, and polar molecules زي الجلوكوز مثلا. هدول hydrophilic, هدول ما بيدوبوا بالليبيد بايلير, فالليبيد بايلير ما بتسمح لهم يعبروا. Polar molecules such as glucose and other sugars pass only slowly through the lipid bilayer, okay, and even water, a very small polar molecule, does not cross rapidly relative to non-polar molecules. هون بحكي لك إنه البولار مولكيولز اللي بتشبه السكر مثلا, الجلوكوز and other types of sugar, هدول ممكن يعبروا, ممكن, ولكن only slowly, ببطء شديد, okay, بيعبروا ببطء شديد through the lipid bilayer لأنهم ما بيدوبوا بالليبيد, okay. حتى المي, مع إنه المي صغيرة, okay, ولكن المي polar, okay, polar, عشان هيك صعب إنها تمر خلال الليبيد bilayer, فمرورها جدا بيكون بطيء, okay. A charged atom or molecule and its surrounding shell of water are even less likely to penetrate the hydrophobic interior of the membrane. بقول لك لسه في أشياء بتعبر بصعوبة أكبر. مين هم؟ الهايدريشن شيل, أوكي؟ الهايدريشن شيل اللي بتكون حوالين سكر أو حوالين أيون معين, أوكي, مشحون, هاي لسه أصعب إنها تمر through the lipid bilayer, أوكي, هاي لسه أصعب, صعب كتير مرورها. فبقول لك furthermore, the lipid is only one aspect of the gatekeeper system responsible for the cell's selective permeability. بقول لك إنه الليبيدات بتشتغل ك gatekeeper, يعني زي نظام حراسي, okay, responsible for the cell's selective permeability. إذا أول aspect من selective permeability تبعت الممبرين هم الليبيد, okay. هلأ بدنا نحكي عن البروتينات اللي بتشتغل كأسبكت تاني أو مظهر تاني للبيرمابيليتي تبعت الخلايا. طبعا حكينا إنهم بيشتغلوا كجيت كيبر سيستم, أوكي, يعني بمرقوا إشي وبرفضوا يمرقوا إشي تاني, مثل الحارس, أوكي, حارس بقول لك فوت أنت فوت عادي, حدا تاني ما بيرضى يفوته, أوكي, حسب الصلاحية بالعبور. طيب
هلا بدنا نحكي عن الاسبكت الثاني اللي هو ترانسبورت بروتينز. ترانسبورت بروتينز specific ions and a variety of polar molecules cannot move through the cell membrane on their own. حكينا هذا الاشي اللي بيكونوا ايونات والبولر مولكيولز ما بيقدروش يعبروا لحالهم، هدول بدهم شغله تعبرهم. However, these hydrophilic substances can avoid contact with the lipid bilayer. كيف بيقدروا انهم يفوتوا عبر الليبيد بايلاير؟ By passing through transport proteins that span the membrane. Okay. إذا كيف بيقدروا يعبروا؟ عن طريق إنهم يعبروا عن طريق ال transport proteins that span the membrane. Recall that we explained the transport proteins before. حكينا عنهم قبل هيك لما كنا نحكي عن أنواع البروتينات اللي بتعبر بروت الممبرين. حكينا إنه إحنا عنا integral proteins. Okay. وحكينا إنه عنا إحنا بريفرال بروتينز. هلا انا عم بحكي عن الانتجرال بروتينز بالتحديد. هاي الممبرين، اوكي، هاي ما داخل الخليه وهي ما خارج الخليه، هاي الانتجرال بروتين. حكينا انه الانتجرال بروتين ممكن يشتغل كتشانل، كبروتين تشانل، كناقل، اوكي، عن طريق انه يكون فيه هيدروفيليك تشانل. هيها قناه، هاي بدايتها بتكون وهي نهايتها هون، اوكي، بتمرق المواد اللي بيكونوا هيدروفيلك، لانه القناه هون من هاي المنطقه حكينا من جوا بتكون هيدروفيلك، اوكي، بينما المنطقه اللي بتكون على احتكاك مع الهيدروفوبيك بارت لا بتكون هيدروفوبيك، اوكي. فالجهه اللي بتكون لجوا هي بتكون هيدروفيلك. اهم شيء انه ما داخل القناه بيكون هيدروفيلك علشان يقدر يمرق السبستانسز اللي بتكون هيدروفيلك. فهي كلها شو بسميها؟ بسميها تشانل، اوكي، قناه، تشانل بروتين. هلا في عندي نوع تاني من البروتينات اللي هو الكارير بروتين. الكارير بروتين هي رح ارسمه بالكحلي. الكارير بروتين يا جماعه هو it penetrates through the lipid bilayer، بس اللي بيفرقوا عن التشانل بروتين انه الكارير بيكون فاتح من جهه، اوكي، فلما تيجي تربط فيه السبستانس تبعته اللي بدها تفوت على الخليه، مثلا اعتبروها سكر، اوكي، هيها اجت ربطت بمكانها اللي زي المثلث، اوكي، لازم تكون بتشبهه حتى تقدر تربط فيه، مثلث، اوكي. هلا اللي بصير انه بس يرتبطوا التشانل بتفتح من الجهه الثانيه، هيها فتحت من الجهه الثانيه وبتمرق لي هذا السكر لجوات الخليه فبيقدر انه يعبر. فهي الفرق بين التشانل وبين كارير. هذا ال عفوا هذا اسمه كارير الناقل، كارير بروتين، اوكي، هذا اسمه كارير، بيكون فاتح من جهه بيسكر وبيفتح من الجهه الثانيه بعدين علشان حامل، عشان هيك اسمه حامل، بروتين حامل. اما هذا اسمه تشانل بروتين، اوكي. التشانل بروتين حكينا هو البروتين القناه اللي بيكون فيه قناه لازم تكون هيدروفيليك، اوكي، اوكي. هلا هون هيدروفيلك، بس هاي المنطقة مثلا هون هاي بتكون بالأصفر، هاي بتكون هيدروفوبيك لأنها على احتكاك مباشر مع البايلير، أوكي. أما هون، أوكي، إحنا قبل شوي تلخبطنا شوي، هون التشانل هاي لازم تكون هيدروفيلك، أوكي، لأنه البروتينات اللي حواليها حتكون هيدروفيلك. فأي إشي حواليه هيدروفيلك رح تكون هيدروفيلك، وبرا اللي على احتكاك، أي إشي على احتكاك مع الليبيد بايلير بيكون هيدروفوبيك. بس أنا اللي بيهمني تعرفوه من كل هاي الخبصة إنه التشانل هاي، القناة هاي، لازم تكون هيدروفيلك علشان تمرق الأشياء الثانية. طيب خلينا نشوف صورة الكارير كيف بيشتغل. هاي شايفين دي هاي الصورة، هيو فاتح لبرا، فاتح لبرا. هسا بيدخل فيه الجزيء اللي بده يعبر من خلاله فبيفتح من الجهة الثانية. اوكي، الصورة ما عم ترضى تتحرك، هلا بنشوف نحركها. طيب هلا some transport proteins are called channel proteins، اوكي، قنوات. Function by having a hydrophilic channel that certain molecules or atomic ions use as a tunnel through the membrane. بقول لك إنه هي كيف بتشتغل؟ بيكون إلها زي hydrophilic channel. هاي الhydrophilic channel بتمرق
الجزيئات عن طريقها بتشتغل كتانل، بتشتغل كنفق، بتعبر من خلاله الجزيئات اللي بتكون هيدروفيلك. اوكي، فور اكزامبل the passage of water molecules through the membrane in certain cells is greatly facilitated. عبور ال water molecules through the membrane is greatly facilitated. يتم تسهيله عن طريق وجود channel proteins known as aquaporins. إذا شو اسم ال channels أو القنوات اللي بتمرق الماء؟ اسمها aquaporins. ال aquaporins بتقولك بتمرق حوالي 3 بليون water molecules per second في الثانية الواحدة. أوكي، فبقولك إنه ال water molecules كل 10 بمروا ببعض، اوكي، بيدخلوا مع بعض. فهي انه زي بيحكي لك احصائيات قديش بتمرق، ما بتهمني كثير. Without aquaporins، بدون وجود الاكوابورينز، only a tiny fraction of these water molecules would pass through the same area of the cell membrane in a second. بدون ما يكون في عندي aquaporins اللي هم التشانلز اللي بمرقوا الواتر، ما بيقدر الواتر لحاله يمر بهالسرعه، اوكي؟ فالتشانل بروتينز بتسهل عمليه مرور المي. فعندي مثال تاني على transport protein اللي هو carrier proteins. They hold onto their passengers. اوكي، بيمسكوا بالباسنجرز او الاشياء اللي عابرة من خلالهم. And change shape، بغيروا شكلهم in a way that shuttles them across the membrane. بغيروا شكلهم بطريقة بتخلي هاي الجزيئات انها تعبر خلال الممبرين. مثال عليها حكينا هاي الصورة اللي هي facilitated diffusion. شايفين كيف الموليكيول عم بيفوت جوات الكارير، اوكي، الحامل، والكارير بتغير شكله وبيمرقه لجوا. اوكي، هاي فكرة الكارير بروتين. طيب a transport protein is specific for the substance and it translocates move allowing only certain substance or small group of related substances to cross membrane. بقول لك انه التشانل والكارير هدول مختصين، اوكي، they are selective، ما بمرقوا كل السبستانسز، كل سبستانس لها الكارير او التشانل اللي خاصه فيها. مثلا الاكوابورينز بالعاده ما بتمرق اشياء ثانيه غير المي، اوكي، ممكن تمرق اشياء ثانيه بتشبه المي بس مش كل الاشياء بتمرقها. ففي اختصاصيه، اوكي، they are specific، اوكي، بمرقوا اشياء معينه. اوكي، example a specific carrier protein in the plasma membrane of red blood cell، اوكي، على خلايا الدم الحمراء، بمرق الجلوكوز across the membrane 50,000 times faster than glucose can pass through its own. بقول لك انه بمرق السكر اسرع ب 50,000 مره من عبور السكر لحاله بدون هاي البلازما بروتين الكارير. اوكي، طب هلا شو اللي بيهمني؟ بقول لك انه هذا الجلوكوز ترانسبورتر او الكارير is so selective، selective كتير للجلوكوز that it even rejects الفركتوز a structural isomer of glucose. بقولك انها ما بتمرق الفركتوز مع انه الفركتوز هو عبارة عن isomer شبيه او نظير للجلوكوز، ولكنها ما بتمرقه، ما بتمرق الا الجلوكوز. Thus the selective permeability of membrane، هلا بدنا نحكي ال selective permeability او النفاذية الاختيارية للممبرين على مين بتعتمد؟ depends on both the discriminating barrier of the lipid bilayer. إذا بيعتمد على lipid bilayer اللي هي بتعمل discrimination للأشياء اللي بدها تعبر، تخليهم متمايزين، بتمرق إشي وما بتمرق إشي تاني. وتاني إشي بتعتمد عليه the specific transport proteins built into the membrane. أوكي، إذا كان في carrier أو channel معينة. وهيك بنكون خلصنا concept 8.2. يعطيكم العافية.